اللي غادي نخدمو دابا واحد لا بارتي تري امبورطونس في الموبايل، دونك كتبغي شويه التركيز، ولا ضبطناها هي شي حاجه اللي مهمه جدا وعندها واحد الدور كبير. دونك لوبجيكتيف ديال هاد لا سيونس هادي هي نتعرفو على الكونتنت بروفايدر، اولا بالفرونسي لي فورنيسور دو كونتوني. دونك حنا كما قلنا قبل بان لي زابليكاسيون، الا خديتي اي ابليكاسيون موبايل فهي كتكون من مجموعه عناصر. اهم عنصر فيها، بلا نقولوا العنصر الرئيسي فيها اللي خدمنا به حتى لدابا، هما لي زاكتيفيتي. كنقولوا ان ابليكاسيون هي مجموعه ديال لي زاكتيفيتي، وحده كتعيط لاخرى اكسيتيرا، عندهم واحد لو سيكل دو في وعندهم هما بيل داكتيفيتي اكسيتيرا. ولكن في الاول فاش ديمارينا هذا الموبايل قلنا وديها ما كاينينش غير بوحدهم، راه فاش تنقارنوهم مع الباز دوني كنقولوا لا باز دو دوني تتكون من لي طابل، هما لي كومبوزون الاساسيه، ولكن راه كاينين امور اخرى. فاش كنزيدوا القدام تنقولوا ودي راه كاينين الفيو، كاينين البروسيدور ستوكي، كاينين لي ترايجر، كاينين لي كورسور، كاين لي فونكسيون اكسيتيرا. دونك نفس الفكره، كاين اليوزرز، كاين لوغين اكسيتيرا. نفس الفكره هنايا، هما في الاصل كاينين ربعه ديال لي كومبوزون اساسيين في لي زابليكاسيون. ها هما دابا نقولوهم، كاين عندنا لي زاكتيفيتي، وكاين عندنا لي سيرفيس، لي فورنيسور دو كونتوني، و لي ريسيبتور دانونس. لي سيرفيس كيشبهوا بزاف لي زاكتيفيتي، انا كنت حطيت غندير فيهم هذا كور، ولكن جو سي با واش غادي يكتب ولا لا. دونك بالنسبه لي سيرفيس، الفكره اللي خاصكم تاخذوا عليهم هما انهم كيشبهوا لي زاكتيفيتي، ولكن ما عندهمش الديزاين، ما عندهمش الديزاين، عندهم غير لو كود ديالهم، يعني كيديروا بحال الخدمه ديال لاكتيفيتي ولكن كيخدموا اون اغيير بلان، بحال الشكل تاع شي الارم مثلا. الارم كتعتبر سيرفيس، تتوصل الوقت وكيصوني ولا شي حاجه، دونك كنقدروا نقولوا انها سيرفيس، ما كيكونش طالع لك نتايا شي ديزاين. بالنسبه لي كونتنت بروفايدر ولا لي فورنيسور دو كونتوني، الهدف ديالهم سي لو بارطاج ديال لو كونتوني، وهما اللي غنشرحو حنا اون ديتاي في هاد لو كور. وكاينين وحدين اخرين اللي سميتهم البرودكاست ريسيفر، دونك هادو مالوغوزمون ما درناهمش حتى تعرفوا عليهم نتوما من بعد. لو رول ديالهم سي بور جيري لي زيفينمون غلوبو اونفويي بور او لا بار لو سيستيم ا توت لي زابليكاسيون. دونك هنا لا جيستيون ديال لي زيفينمون غلوبو. دابا حنا الهدف ديالنا هو نشوفو اشنا هو هاد الكونتنت بروفايدر. دونك الفورنيسور دو كونتوني يل بيرمي او زابليكاسيون داكسيدي او دو او دوني، هذا هو الدور ديالو الاساسي، هو ان كيمكن لابليكاسيون تتوصل تاكسيدي لواحد دي دوني، دي دوني اللي ماشي توعها تقدر توصل ليهم. اوسي عنده الهدف الثاني ديالو هو يل بيرمي اوسي ان لابليكاسيون ايل ميم بارطاجي لي دوني افيك دوطخ ابليكاسيون، يعني تتاخد وكتشد، عندها جوج فايفيا، كتقدر تاكسيدي للمعلومات ديال دي زابليكاسيون، وكتقدر هي نيت تبارطاجي المعلومات ديالها اللي بغات تبارطاجي تقدر تبارطاجي. Les fournisseurs de contenu sont principalement destinés à être utilisés par d'autres applications qui accèdent au fournisseur à l'aide d'un objet client fournisseur. يعني انا فاش كنصوب واحد الكونتنت بروفايدر فانا غنصوبو في لابليكاسيون ديالي ا، ولكن هو راه ما غنخدمش به في وسط ا، انا صوبته باش يخدموا به الاخرين اللي بغاو يدوا مع ا، وباش غادي يقدروا يخدموا به هما غيتكلموا بواحد سكون ابل لو كليون فورنيسور. حنا غنعطيكم واحد الدياغرام اللي غيوضح لينا هادشي. كليون فورنيسور ولا اللي كيتسمى الكونتنت ريزيرفر. En ensemble, donc les deux, soit les fournisseurs, soit les clients fournisseurs, ils offrent une interface cohérente et standard aux données qui gèrent également la communication interprocessus et l'accès sécurisé aux données. Donc, ils ont les moyens pour l'échange des données entre les applications. Un fournisseur de contenu doit être déclaré dans le fichier manifeste Android manifeste.xml. بصفة عامة أي واحد من هادو من هاد الربعة، أي واحد من هاد لي كومبوزونز تيه، سواء سيرفيس ولا كونتنت بروفايدر ولا برودكاست ريسيفر، كي خاصك تمشي تزيدو بحال كي كيتزاد لك الاكتيفيتي. فاش تدير نيو اكتيفيتي كتلقاها تزادت في هاد لو فيشي دو كونفيغوراسيون، سواء كتزيدو نتا مانيوالمون سواء راه هو اندرويد ستوديو كيزيدو لك اوتوماتيكمون. غير نفهمو بانه تيخصو يتعرف في هاد لو فيشي ديال الكونفيغوراسيون. هنا غنحاولو نعطيو واحد ليكزومبل للتوضيح.
الا تخيلنا وحنا الكور اللي درنا قبل على الاس كيو لايت، دونك حنا اون باز اس كيو لايت قلنا انها سي اون باز كوميم كتبقى لوكال، يعني لي بروبر على لابليكاسيون، خاصه بلابليكاسيون اللي مصاوبه فيها. سي اون فو بارطاجي لي دوني افيك دوتر ابليكاسيون، الا كانوا هاد المعلومات ها هما هنا محطوطين لينا في واحد، محطوطين لينا في الاس كيو لايت اللي هي خاصه بواحد لابليكاسيون مثلا اكس كاينه هنا، فكيفاش غنقدروا نبارطاجيو المعلومات ديالها مع دوتر ابليكاسيون. دونك الا بغينا نديرو هادشي غنحتاجو ان لابليكاسيون اللي كاينه فيها هذيك لا باز اس كيو لايت نصاوبو فيها ان كونتنت بروفايدر، نزيدوه، يعني لا تاش سويفونت هي اننا نزيدوه. اذا حنا قبل فاش تكون عندنا اون باز دو دوني لوكال فالمعلومات تنستغلوها غير في وسط لابليكاسيون، الا بغينا دوك المعلومات نستغلوهم دي زابليكاسيون خارجيه اكسترن فحنا لابليكاسيون ديالنا نزيدو نديكلاريو فيها واحد الكونتنت بروفايدر اللي هاد لي زابليكاسيون الاكسترن يقدروا يكومونيكيو معاه باش يوصلوا لهذوك المعلومات اللي كاينين سواء في لاباز سكويل لايت سواء في لي فيشي اللي كيكونوا دي فيشي يعني خاصين بلابليكاسيون. المهم واحد سورس، داتا سورس، واحد البلاصه فين مخبينا المعلومات اللي هما كانوا في الاصل معلومات خاصه بلابليكاسيون، ولكن بما اننا صوبنا واحد الكونتنت بروفايدر اللي غادي يعتبر هو الوسيط، فجميع لي زابليكاسيون الاخرين يقدروا انهم يتعاملوا مع هاد المعلومات واخا ما كيوصلوش ليهم مباشره، مي هما كيتعاملوا معاهم باستخدام هاد الانترفاس هادي او لهاد الوسيط هذا اللي سميتو الكونتنت بروفايدر. كنتمنى ان الفكره تكون وصلت. دونك كيفاش كيكون هاد التعامل هذا؟ الا شفنا مثلا هنايا هاد لابليكاسيون هادي يوزر ديكسيوناري، واحد لابليكاسيون اللي فيها المعلومات ديال مثلا بحال ديكسيونير محطوط في واحد داتا سورس، كيما بغات تكون هذيك الداتا سورس فيشي اس كيو لايت داتابيز اس كيو لايت اللي بغا يكون، وهذه هي لابليكاسيون ها هي تتحتوي على المعلومات. كاين عندي هنا واحد لابليكاسيون وحده اخرى ديالنا اللي بغات تخدم بهاد المعلومات هادي، مثلا نتايا هنايا كتكتب شي كلمه وبغيتي التفسير ديالها بحال كتشوف شي ديكسيونير، فهاد الكلمه بغيتيها تجي من هاد البلاصه من هاد داتا سورس اللي كاينه في وسط هاد لابليكاسيون. اذا غير خاصك باش تكومونيكي خاص هاد لابليكاسيون اللي كتحتوي على الداتا سورس يكون فيها الكونتنت بروفايدر، و انا فاش نجي نبغي نتكلم مع الكونتنت بروفايدر كنستخدم واحد الكونتنت ريزولفر. سيبو هادو هما وسائل المواصلات كي غنقول، وباش كنستخدمها فانا كنصيفط واحد لويغي حنا غنكتشفوها من بعد، وكهاديك لويغي هي اللي كيتبازا عليها الكونتنت بروفايدر كيعطينا المعلومه اللي بغينا وكيردها لينا على شكل، شوف انا كورسور ولا شوف انت الا درتي سيلكت يعني غيردها لك على شكل كورسور، درتي ريشيرش بحال بغيتي تافيشي هنايا شي كي قلنا التعريف ديال شي كلمه فغترجع لك النتيجه على شكل كورسور لانك انت ابليكيتي واحد لا ريشيرش واحد سيلكت على الداتا سورس ديالك. دونك بصفه عامه عندنا لي فورنيسور دو كونتوني كنقدروا نخدموهم في جوج ديال لي سيناريو، سواء واحد لو سيناريو باش ناكسيديو للمعلومات، سواء واحد لو سيناريو باش نبارطاجيو حنا المعلومات. سي بون انا عطيتهم هنايا باش نوضحوا. كاين السيناريو رقم واحد اللي هو انها هي لابليكاسيون ديالي، مون ابليكاسيون بغات الهدف ديالي انني ناكسيدي المعلومات كاينين في ابليكاسيون وحده اخرى، فهاد السيناريو هذا هو اللي يلاه شرحنا. هنا لابليكاسيون دائما اللي كتحتوي على الداتا سورس هي اللي كيتصاوب فيها الكونتنت بروفايدر، وانا جو سوي ان كليون اللي بغى يستغل الداتا سورس فانا كيخاصني نخدم واحد الكونتنت ريزيرفر. سي بون. السيناريو الثاني هو العمليه العكسيه، الا كنت انا هاد المره لابليكاسيون ديالي ما بغاتش دير لاكسي او دوني، ما بغاتش تجيب المعلومات من بلاصه اخرى، لا هي اللي عندها المعلومات وبغات بارطاجيهم، فحيت غتبغي تبارطاجيهم وهما سو سون دي زانفورماسيون بريفي يعني لوكال، فغادي نصوب انا في وسط لابليكاسيون ديالي واحد الكونتنت بروفايدر، وديك الساعه اي ابليكاسيون بغات تخدم بهاد المعلومات مرحبا غادي تعرف، خصها غير تعرف تتعامل معايا باستخدام الكونتنت ريزولفر.
دونك دابا حنا هنايا غيولي الشيما ديال لو كور واضح، او اللي التساؤل هو كيفاش الا بغيت انا نخدم هكذا كيفاش نكري واحد الكونتنت بروفايدر، ولا بغيت نخدم في الاتجاه العكسي كيفاش نستغل واحد الكونتنت ريزولفر. هذا هو لي دو طاش. دونك المرحله الاولى حنا غنخدمو على اننا بغينا نكريو واحد الكونتنت بروفايدر، يعني انا هنا في هذا المثال. Donc un fournisseur de contenu est une classe qui étend la classe Android.Contents.ContentsProvider. Donc ما كاين ما سهل منه، الا بغيتي تصاوب انت كونتنت بروفايدر غادي فقط تكري واحد لا كلاس اللي غتكون كتيريتي. دونك سي اون كلاس في من اش، من كلاس مير اللي كاينه موجوده مصاوبينها لينا اللي سميتها الكونتنت بروفايدر، لان كي قلنا هذا مفهوم بازي بازي عليه يعني لا بروغراماسيون ديال لي زابليكاسيون موبايل، ماشي انا يلا غنختارعو، انا غير غنستغلو. اذا انا فقط غنكري كلاس كتيريتي من هاد لا كلاس. دونك بما انني كنكري كلاس كتيريتي من واحد الكلاس اللي ديجا كاينه، والا غادي يفرضوا عليا انني نغو ديفيني دي ميثود اللي غنقدر نحتاجهم. دونك كاين هاد ربعه ديال لي ميثود الاساسيين اللي سميناهم حنايا في الاس كيو ال لايس الكرود، اللي كيمكنوني انني نجيري الداتا ديالي، يعني الا بغيت نافيشي، الا بغيت انسيري، الا بغيت موديفي، ولا بغيت نسوبريمي من الداتا. غير حنا قبل كنا كنخدموا بها لوكال، دابا حنا هادو غيتبدلوا واحد شويه على اساس غادي يكونوا كيخدموا لينا مع ابليكاسيون واحده اخرى. انا غنعطيكم لا ديفيرونس ما بين داكشي اللي خدمنا قبل وهادشي اللي كاين دابا. دونك بصفه عامه الكونتنت بروفايدر هذا هو ستيل ديالو، هو فقط عباره على واحد الكلاس اكستند كتيريتي من كونتنت بروفايدر، تسميها كما بغيتي. في الغالب انت غتحتاج دير فيها ربعه ديال لي ميثود، تقدر تزيد فيها حتى لا ميثود اون كرييت بور يعني انيسياليزي لي انفورماسيون. بور بالنسبه لي ميثود كرود اللي كاينين عندي، كاين عندي ديليت والانسرت والكيوري والابديت. ردوا معايا البال ليهم مزيان، شوفوا البارامتر الاول اللي كاين دو تيب يو ار اي، هذا تيب يو ار اي. سي بون. دابا انا غنردكم الكور اللي كان قبل. بالنسبه لينا حنايا في الاس كيو ال لايتس فاش خدمنا عادي، ها هي لا ميثود سميتها كيوري اللي كتعطيني السيليكت. هاد كيوري اللي كنا الى هذه ما خدمتش بها بزاف انا، حيت غنخصكم ما تكتبوش الاس كيو ال، حنا كنا خدمنا برو كيوري، حيت كتجي وتعطي لها نيشان سيليكت اطوال فروم وداكشي. الا بغيتي تخدم الطريقه ديال لورونتي اوبجي كتستخدم هاد لا ميثود كيوري اللي دابا غنخدمو. ولكن شوفوا البارامتر الاول اللي كان فيها، كان فيها دوت هو سميت لا طابل، حيت كنت خدام لوكال كنعطيه غير سميت لا طابل. اما دابا انا راني خدام جلوبال، دابا انايا هنا فاش كنت لوكال كنت كنجي لهاد كيوري كنعطيه غير سميت لا طابل، حيت هو تيعرف لا باز دوني حيت كنت خدام غير لداخل. دابا هاد كيوري هادي انا اللي غنديفينيها، ما مديفينيهاش على قبلي، لان حنا قلنا نهار كنصوبو واحد الكونتنت بروفايدر كنصوبوه على قبل لي زابليكاسيون اكسترن كي فول اتوليزي لي دوني، يعني هما اللي غيستغلوا هاد لي ميثود. فداك الشيء علاش هنايا في لي ميثود فاش غتشوفوا في الديبار ما كيعطيو ليهمش سميت لا طابل، هي ما كتعرفش هنايا الديتاي تقدر تعرف سميت لا طابل، ما كتعطي خاصها ها هي كاع عرفت سميت لا طابل، خاصها تعطيها بحال كنقولوا حنا لو شوما دو كونيكسيون، بحال فاش كنا خدامين في لادونيت وكنبغوا نتكونيكطاو من فيزيوال ستوديو الاس كيو ال سيرفر ولا لاباز دوني فين حاطه، كنعطيه لو شوما دو كونيكسيون. يعني قبل ما نوصل نعطيه سميت لا طابل كنقول ليه بعدا فين هاد لابليكاسيون فين خصها تدخل، اش سميت لابليكاسيون خصها تدخل ليها، وديك الساعه سميت لاباز دو دوني، وديك الساعه من بعد نقول سميت لا طابل. اذا انا عوض ما يكون عندي غير طابل كنعطيه اويغي، هو الشوما فين خصو يمشي باش يجيب المعلومه. هذا هي اهم ديفيرونس كاينه وهي لا باز، لا عرفناها الامور الاخرى غادي ان شاء الله تدوز بسيطه. دونك بالنسبه كما قلنا الاون كرييت، هاد اون كرييت هادي غادي تيكزيكوتا فاش يلاه دونك كتكريا الكونتنت بروفايدر، يعني فاش يلاه كدير نيو لهاد لا كلاس يلاه كتكري شي اوبجي من هاد الكونتنت بروفايدر اللي صاوبتي غادي تدوز هاد الاون كرييت. الهدف ديالها هي لينيسياليزاسيون ديال لي زانفورماسيون اللي عندك، بغيتي دير مثلا كونيكسيون لوفيرتور ديال كونيكسيون داكشي اللي محتاج فيه او كا او انيسياليزاسيون، تي بو ميم انيوري هاد لا ميثود هاد. غير هنا ا نو با فير، دونك هنا خاصنا نردو البال الامور الاوبيراسيون اللي كيكونوا لونغ كياخذوا واحد الوقت طويل ما خصهمش يداروا
اون كرييت مثلا بغيتي دير لابيل ديال واحد الويب سيرفيس باش تجيب المعلومات من هذاك الويب سيرفيس، ولا بغيتي تجيب واحد الكم هائل من ديال لي زانفورماسيون وتحطهم في واحد الطابلو. دونك هنايا هادشي يقدر ياخذ الوقت، ولا خدا الوقت غادي تبلوكا ليا شويه لابليكاسيون وهي كتسنى في هذاك الوقت ديال لاطونت. علاش كتسنى؟ لان هاد لا ميثود هادي اون كرييت كتخدم دو مانيير سينكرون، ما كتخدمش دو مانيير اسينكرون. هذا هو المشكله ديال هاد لا ميثود هادي. دونك غادي تضطر تولي بلونتي انت. سي بور سولا كنت هاد لا ميثود اون كرييت ما تبقاش غدير فيها اي حاجه بغيتي، كدير فيها غير الامور اللي هما خاصين بالانيسياليزاسيون، وما تقاش ما تقاش وما طوالش. فوالا. دونك دابا غنبداو نشوفوا كل وحده من هذوك لي ميثود، نشوفوا كيفاش ممكن اننا نخدموا بهم. دونك اول حاجه هي لا ميثود كيوري. دونك لا ميثود كيوري الهدف ديالها هي سيليكسيون، يعني بغيتي تجيب دير البحث دير سيليكت. فكما قلنا عندها ها هما البارامتر ديالها، عندها لويغي، من بعد كاينين عندها واحد الطابلو اللي كيتسمى ديال بروجيكسيون، سيتادير اش هو ليس ديال لي كولون. بحال جيتي نتا عوض ما دير سيليكت اتوال غادي تجي دير هنايا ديكلاري ليه سميه لي شون، ما بغيتيش اتوال نتا، عندك ديكلاري السميه ديال لي شون على شكل طابلو، تقول له مثلا ايدي وتقولي هنا حيت ما بغيتيش توت لي كولون. من بعد كاين عندنا البارامتر الثالث اللي هو سيليكسيون. دونك بالنسبه للسيليكسيون هو الكريتير الوير، سيليكسيون هو الوير كتحط فيها الوير. بالنسبه لهذا البارامتر هذا كتحط في هذيك لا كونديسيون ديال الوير، يعني كتقول مثلا هنا وير ايغال نيم ايغال، وكتدير بوان دانتيروغاسيون وتجي هنايا تقدر دير لا كونديسيون ديالك سي بون. ولا بغيتي دير الترتيب سي لو ديرني اليمون، وبيان سور راه هي كترسوني ليا واحد الكورسور يعني النتيجه ديال سيليكس، وفي الحاله ديال الفيد راه كتعطيك نول، يعني الا ما كان عندي حتى نتيجه. دونك حنا باش نزيدو نتعمقوا في هاد الكيوري والانسرت والابديت وديليت غير خاصنا نتفاهموا على اشنا هي يو ار اي. يو ار اي اللي هي يونيفورم ريسورس ايدونتيفير، هي عباره على واحد لا شين دو كاركتير اللي كتيدونتيفي اون ريسورس دون لا سينتاكس ريسبكت اون نورم دانترنيت. دونك هي بحال الشكل ديال لو ار ال ديال شي سيت ويب، عندها واحد الفورما بري ديفيني باش حنا كنوصلوا لشي معلومه اللي هي اكسترن اللي كاينه مثلا في التليفون ديالنا، ولكن ماشي ديال هذيك لابليكاسيون، ماشي لابليكاسيون اللي فاتحه ماشي المعلومه ماشي ديالها. اذا هي باش تبغي توصل ليها غير خاصها انها تعطينا لوري ديال هذيك الداتا اللي بغات توصل لها. دونك لوري كيتكتب بهذا الفورما هذه، كنديروا كونتوني دو بوين كونتنت دو بوين كونتنت، ماشي كونتوني نورمالمون كونتنت دو بوين واحد سلاش، بعد كاين الجزء الاول اوتوريتي البات والايد. دونك هاد الكونتنت دو بوين سلاش هذا راه غادي يكون كونستون، كيبقى دائما ستان بريفيكس ستاندار. Il sert à indiquer que les données sont contrôlées par un content provider. Donc, هنايا فاش كتكتب هذاك لوري بادي بكونتنت دو بوان، يعني كتقول اودي انا غنجيب واحد المعلومات من واحد الكونتنت بروفايدر، راه باي راه انا يعني جو كومونيك افيك ان كونتنت بروفايدر. باغ لا سويت الشون او الجزء الاخر في السيغمون اللي عندي هو الاوتوريتي اللي هو ليدونتيفيون ديال الكونتنت بروفايدر، هو سميه لابليكاسيون ديالي باكيج فين حاط سميه هاد لابليكاسيون هادي فين مصوب انا هاد الكونتنت بروفايدر، هذاك الدوسي حيت حنا الدوسي ديالنا كيكون على شكل يعني لابليكاسيون تتكون على شكل دوسي شكل باكيج. فوالا. من بعد البات، البات هما لي دوني دوفون اتر اكسيسيبل، هي السميه ديال لا باز دو دوني الا كنت انا بغيت نعيط على باز دو دوني، ولا السميه ديال لا طابل فوسط لا باز دو دوني، ولا السميه ديال لو نون ديال شي فيشي بغيت نخدم على بشي فيشي كو سوا فيشي عادي ولا فيشي اكس ام ال ولا نيمبورت كوا. المهم هما دوك لي دوني اللي بغيت نجيب، خاصني نجيب سميتو كما قلت لكم هنا بحال شين دو كونيكسيون اللي كنا كنستخدمو في لا دونات. وبالنسبه لهذا لو شون هذا اي دي، هذا الى فاكولتاتيف نقدروا نديرو نقدروا ما نديروش، هذا الى درناه فحنا بحال بغينا نجيبو واحد لونجيسترومون. انا نعطيكم مثال للتوضيح، يعني بغينا بحال درنا شي وير بغينا نجيبو غير واحد فيهم ما نجيبوش كلشي، انا نعطيتكم جوج لي زيكزامبل. ليكزامبل الاول هو خاص بواحد الكونتنت بروفايدر بري ديفيني، هذا ديجا ماشي حنا اللي صاوبناه ما والو، هذا غنستغلوه هو اللي غندير لكم عليه ليكزامبل دو ديمونستراسيون من بعد.
هذا هو اللي غيجيب لينا الكونتنت بروفايدر هذا بري ديفيني كاين. الهدف ديالو هو اننا نخدمو على لي كونتاكت. مثلا بغيت انا نافيشي، بغيت نصوب واحد لاكتيفيتي اللي كتافيشي ليا لي كونتاكت ديالي اللي كاينين في التليفون. فهذا هي لا ديمو اللي غنديرو من بعد. دونك المهم حنا عندنا هنايا لي غي هذا هو الستيل ديالها كيفاش كيتكتب، سواء في المثال الاول اللي هو مثال ديال كونتنت بروفايدر بري ديفيني، ولا في المثال الثاني اللي هو مثال ديال واحد الكونتنت بروفايدر اللي هو بيرسوناليزي، يعني حنا اللي صاوبناه. دونك سيبوزون واحد لو كليون بغا يجيب واحد لو ليفغ النمره ديالو 5 من واحد لا باز دو دوني سميتها بيبليو داتابيز. دونك هنا لو يغي كيفاش غادي خصو يكتبو؟ غادي ضروري كنديرو كونتنت دو بوان، كتعطي له كي قلنا السميه ديال فين كاين عندك هذاك الكونتنت بروفايدر ديال البروجي كله، او من بعد كدير سميت لا باز دو دوني سلاش هذا الطابل، وكدير النمره يعني باش يعطيك غير ليفغ النمره 5 بوحدو، غير ليفغ النمره 5 بوحدو. دونك دو فاسون جينيرال الا ما عندناش الاي دي وكنا خدامين اون داتابيز يعني اس كيو ال لايت خدامين بها لوكال، فحنا كنكتبو سميت لاباز ولا طابل، فهو غيجيب لي توت لا طابل. يعني هنا الا درنا ليفغ غيجيب لي جميع لي ليفغ، الا درتي الاي دي فكتزيدو فهو غيجيب لك غير هذاك ليفغ اللي عطيتي النمره ديالو. سي بون. دونك هذا غير بوغ كيفاش كيتكتب لو يغي. دابا نشوفو اكزامبل ديال لا ميثود كيوري كيفاش كتكتب. حاولوا ما امكن انكم تفهموها، لانكم الا فهمتوها ضبطوا معنا لا سويت. دونك ها هي دابا عندنا واحد لا كلاس كونتنت بروفايدر ديفينيناها، نقدروا هنا نعطيو ليها البات حيت الكونتنت بروفايدر عندنا محطوطه في وسط لابليكاسيون اللي فيها الداتابيز. عطيتها مثلا فين كاينه عندي الداتابيز، نقدر نستغل هنايا البات ديالها. هنايا درنا دي بي نيم اللي هو السميه ديال لا باز دو دوني بالنسبه للسميه ديال لا طابل اللي غنخدموا بها. هذه غير نقدروا نعطيوها لو فيت، وحنا من بعد غادي نجيبوا المعلومه من لو يغي. سي بون. دونك هما غادي كي قلنا هاد الكونتنت بروفايدر راه جاه لو يغي، ها هو لو يغي دايز عندي في لا ميثود كيوري دايز ليا كمعطى كبارامتر، فانا غنجي نبغي نخدم به هاد كيوري. اش غتبغي دير؟ غتبغي تمشي تجيب تسيليكسيوني داكشي اللي مطلوب منها. فاول حاجه شنو كدير؟ كتمشي لهداك لو يغي. شوفوا دابا معايا هنا هاد او يغي هذا، كتمشي كدير جيت بات سيغمنت. هذه واحد لا ميثود اللي غتشد هاد لو يغي اللي كان دو تيب او يغي، تتقسمو بحال سبليت، كتقسمو كيتحولوا للشكل ديال ليست ديال لي شين دو كاركتر. يعني غتعزلوا لينا بحال غتهز لينا بحال دابا هذا، غتعزل ليا هاد الجوج وتعزل ليا هاد الجزء بوحدو، هنا ثاني غتعزل لينا هاد الجزء بوحدو وتعزل لينا هاد الجزء بوحدو، وهذا بوحدو وهذا بوحدو، تتقسمو بحال في بحال سبليت لا ميم شوز. دونك انا هنايا ولات عندي واحد لا شين اللي سميتها بات سيغمون، هذه هي فين حاط الاجزاء اللي كيتكون منهم لو يغي. علاش حنا بغينا نقسموه؟ حيت كما عارفين لو يغي كيحتوي على سميت لا طابل سميت لا باز اكسيتيرا، دونك داكشي علاش ضرينا نقسموه. فكنقول ليه هنا مثلا الا كان كبر من جوج، يعني اش كبر من جوج؟ سيتادير كو راه عنده الاي دي. دونك الا كان عنده كبر من جوج راه غنمشي نفيريفي الاي دي. الاي دي انا ديكلاريتو هنايا هو عباره على شين دو كاركتر. هنا غنجي نقول يغي بوان جيت لاست بات سيغمنت، يعني تتقوليه خد اخر حاجه عندك في هذيك الشين. دونك هنا ما خدمنا بها نيشان بلويغي، يعني هذاك الحاجه الاخرى اللي عندك في لويغي اللي هي النمره 5 ولا 7 ولا داكشي اللي ولا شي اسم ولا شي حاجه. دونك بالنسبه لينا هنايا كياخذ الايدي هذا في الحاله تاع الا كان عنده الاي دي. دونك من بعد قلنا ليه اف سيليكسيون ارغ، هذه سيليكسيون ارغ is empty، حيت حنا قلنا هاد سيليكسيون ارغ هي اللي فيها ديك الوير فيها لي كونديسيون اللي عندي. دونك هنا اش تنقول؟ يعني فيها هنا كنقول الوير وهنا تنحط لي زانفورماسيون اللي كاينين. هنا قلت ليه الا is empty يعني راه ما محطوط فيها والو. اوكي دونك الا ما محطوط فيها والو انا عاد غادي نديكلاري، غندير ليها ايغال نيو وعطيت ليها طابلو حيت هي لو تيب ديالها طابلو، وزدت ايدي يعني غادي تولي محطوطه فيها ايدي الرقم. وهاد سيليكشن هاد سيليكشن هادي غادي نحطو فيها نيم، يعني هنا غيولي عندي بحال بغيت ندير سيليكت اتوال فروم هاديك لا طابل وير نيم، وير هي اللي كتكون نيم
ايغال هاد لا فالور اللي كاينه هنا اللي هي جبناها من اليو اي الايد. شوف هو شحال خرج ليا مثلا، واش خمسة بحال المثال اللي درت قبل. فانا هنايا كنحاول نجبد من اليو اي المعلومات اللي غيكونوا لي لا روكيت. دونك هادي في حاله الا ما كانش عندي الوير في الاول. إلز يعني كانت عندي الوير، هما اصلا حاطين لي شي معلومات هنا. فهنا عوض انا ما غادي ندير غير تساوي نيشان، غنولي كندير لاكريمونطاسيون، يعني نقول سيليكشن هي داكشي اللي كان فيها قبل، حيت غيكون فيها شي شروط. بلس زدت عليه نون ايغال، وكي قلنا كنديرو بوان دانتيغوغاسيون، علاش؟ لانه يعوض في هادشي اللي غيكون من بعد. دونك هادي بالنسبه للسيليكشن. بالنسبه للاخر لاش غنحطو في تي ام بي، هنا ديكلاريناه اللي غنحطو فيه لي كونديسيون، درناه هو داكشي اللي كاين. دونك هنا ديكلاري تي ام بي بنفس لينت اللي كاين عندي، مثلا هادو هذا كان فيه جوج ديال بحال داروا لك وير على جوج ديال الاشياء، واحد وير الايد تساوي 7 وليفر سميتو طاطات جو. المهم داكشي اللي عنده درت ليه بلس، غادي انكريمونتي. علاش؟ باش نزيد ليه واحد على حساب هاد الاي دي اللي تعطى ليا في لويغي، حتى هو خصو يتزاد. ومن بعد غادي نبوكلي على هادوك كلهم اللي عندي، وغادي نكوبيهم في تي ام بي، وفي الاخير غادي نزيد في التي ام بي، غنزيد فيه حتى الاي دي. يعني هنا الهدف هو اننا كنزيدو حتى الاي دي في الوير ديالنا. في الاول كتكون معطيانا غير واحد الوير، حنا كنجيبو لويغي كنلقاو ان فيه واحد الاي دي، يعني كيقول لي سيدي جيب ليا ليف خمسة، فانا كنزيدو حتى في الوير ديالي باش يدخل ليا في الحساب. ملي قديت هاد الامور هادو غنبدا دابا نخدم. هنا db.name، db.name قلنا هي السميه ديال لا طابل، غنحاولوا اننا نجيبوها من path segment. اشنا هي هاد path segment؟ هادي قلنا هي هذيك لا ليست اللي فيها الاجزاء ديال لوغي. غندير انا get 0، get 0 يعني غياخد لك اول معلومه. اول معلومه حنا كي قلنا غادي يكون فيها هي السميه ديال لا باز او لا ديال لا طابل ديالنا، فوالا ديال لا باز دو دوني. وي اول هيا غتعطاني ديال لا باز دو دوني. دونك من بعد هنايا بالنسبه لهادي دي بي نيم، دي بي نيم سي لو نو ديال لا باز دو دوني. وي سي لو نو ديال لا باز دو دوني، درنا زيرو. عاد دابا التيبل نيم هذا هو اللي غناخذو منه الواحد، يعني داك اللي من وراه اللي هو النو ديال لا طابل. دونك هادشي كله حنا درناه باش نصاوبو هاد دي بي. حنا دابا هاد دي بي هادي ها هي كريناها، هي لا باز دو دوني دي بي اس كيو لايت داتابيز. غادي نحطها نفتح اوبن داتابيز باش نعرف ان باز خاصني نفتح. تخيلوا معايا لابليكاسيون فيها اكثر من باز وحده، فخصك تعرف ان باز تفتح. دونك هنايا كتعطي لي السميه، هنا غنعطي له السميه البات، يعني فين كاينه لا باز. هذا كيدي فينا في الكونتنت بروفايدر عندي. من بعد كنزيد له السميه ديال الباز دو دوني ديالي، ونقدر فوالا سميت لا باز دو دوني حيت هنا خدامه على الدي بي، ما عطيتوش تيبل. من بعد هنا درت له لو مود ديال لوفيرتور ديالها، واش ريد. دونك خلينا هنايا فوالا قلنا نحلوها او مود ريد اونلي باش يتافيشاو ليا، يعني تتافيشا ليا الداتابيز ديالي ملي كتحل، يعني اون ليكتور باش نقرا منها، حيت انا باغي نابليكي عليها. ها نتوما دي بي فاش حليتها بغيت نابليكي عليها كيوري. كما كتعرفوا كيوري يعني كنحل لا باز دو دوني او مود ريدابل بحال كي خدمنا في اس كيو لايت. دونك هنا حلينا او مود ريدابل. من بعد عطيتها السميه ديال لا طاب اللي بغات تفتح، وعطيتها المعلومات اللي جاييني انا من هنا. بروجيكسيون خليتها نفسها، سيليكسيون يا اما غادي تكون تغيرات على حساب الايدي واش كاين، ولا ما تغيراتش في الحالات حيت هاد الخدمه كلها درنا غير الا كان الايدي، اولا ما تغيراتش يعني جا داكشي اللي عطاني السيد من الاول. ونفس الحاجه بالنسبه لي زوتر اليمون. ومن بعد راه هاد لا ميثود هادي كيوري كتروسوني ليا واحد لو كيرسور اللي هو النتيجه ديال هاد كيوري اللي خدمت مع لا باز. يعني هاد كيوري هي عندها يوري، وبحال كت اونكابسولي الخدمه كلها، كتشد هذاك اليوري تتفرتتو كتمشي تقدر تخدم هنا بلا ميثود كيوري اللي قرينا في الاسكويل لايت اللي كتخدم مباشره مع سميه لا طابل.
بحال نقولوا هاد كيوري كتخدم لوكال لانها كتخدم مع الداتابيز وسميت لا طابل، ولكن الكيوري اللي حاطين حنايا في الكونتنت بروفايدر ديالنا تتكون جلوبال كتخدم مع واحد لوغي اللي جايها من واحد لابليكاسيون وحده اخرى. الا فهمنا هادشي غندوزو غيكون عندنا الامور ديالنا مزيانه. دابا حنايا عندنا ديجا هاد المشكله، ها هي اللي شفتوا معايا هنايا نهار دوينا على كيوري ميم في الاس كيو لايت، قلنا بان كيوري اتوليز اون سول طابل، عندها مشكله مع هنا كتكتب فيها غير طابل وحده، ما عندهاش كيدير الجوانتور. فالا بغينا نحلو هاد المشكل، هي لا رمارك اللي عطيتكم هنا، دونك سي عندنا بزاف ديال لي بالي لي طابل نقدروا نفكروا نستغلوا لي فيو، يعني نصوبوا حنا واحد لا فيو اللي حاطين فيها الجوانتور ودايرين فيها داكشي ديالنا كله، ومن بعد بما ان لا فيو تعتبر واحد طابل فيرتويال فهي اللي غادي نخدم بها انا في وسط لويغي ديالي، في وسط لويغي ديالي عوض انا ما نعطي ليها بحال هنايا سميه ديال اون طابل غنعطيها سميه لا فيو. فوالا دونك بوغ انسيري ان انصومبل دو دوني دون بليزيور طابل، هاد المره الا ما كانش عندي سيليكت بغيت ندير انسيرسيون ولكن نفس القضيه غادي انسيري في دي طابل اكثر من وحده، اش غادي ندير؟ On doit appeler la méthode insert pour chaque table avec ses théories et ses paramètres spécifiques à cette table. يعني خصك تعيط الانسرت بزاف د المرات، تعيط ليها على لا طابل الاولى والثانيه والثالثه عادي بحال كي كنا كنخدموا في اس كيو ال بشكل عادي. فوالا اون فوا كتصاوب الكونتنت بروفايدر كدوز للمرحله الاخيره اللي هي كتفيريفي ان هذاك الكونتنت بروفايدر ديالك خاصو يكون محطوط في المانيفيست. الا تحط لك بار ديفو باللوجيسيال اللي خدام به مرحبا، ما تحطش انت راك كتحطو، المهم غالبا تتلقاه اوتوماتيك كيتحط. دونك هنايا عندنا كيكون بحال اكتيفيتي كتبدا بواحد لاباليز اكس ام ال اكتيفيتي، هذا بروفايدر وعندو ديزاتريبي ديالو، هنايا نيم، هاد نيم هو لو نو ديال ديك لا كلاس كونتنت بروفايدر اللي صاوبتي. انت اصلا في الديبار فاش صاوبتيها خاصها تكون بابليك، ضروري تكون بابليك. علاش ضروري تكون بابليك؟ لانها تستغل كما قلنا من هاد الاكسترن، دونك خاصها تكون معروفه نقدروا نخدموا بها من بعد. و ابري كاين عندي هاد اوتوريتي، هذا هو لو نو كي قلنا ديال لابليكاسيون اللي كتحتوي على الكونتنت بروفايدر. كاين عندي اكسبورتد اللي كيكون فيه فاريابل بوليا، الا درتي لو ترو سي بور اتر ديتيكتابل دون دوطخ ابليكاسيون، دونك خصو يكون ترو والا علاش دايرينو باش يعني لي زابليكاسيون اخرين يعرفوه. وكاين جرانت يو اي ري بيرميشن، حتى هو نديرو ليه ترو بيرمي دابلي سي ميثود فيا يو اي ري، يعني كنقدر نعيط نستخدم هادوك. ها هو بان زائد ان حتى لي ميثود ديالو كيوري انسرت وديليت وداكشي نقدر نخدم بهم بالبيت.